ديسمبر 2020 وريجيستر دو كوميرس جبناه في جويلي 2023. عندنا زوج وكالات اللي اعتمدت من طرف البنك الجزائري، هي وكالة الجزائر راهي ديجا مفتوحة، وكالة وهران، وقريبا وكالة قسنطين، قسنطينة وبسكرة. و2024 الثلاثي الأول إن شاء الله نلحقوا بشار، وكاين سبع ولايات أخرين اللي فيهم وكالات بنكية. إيفو بونسي أوسي بون، أنت اللي عندك الإحصائيات، أنت راك وزير السكن والبناء، شوف وين كان النشاط تاع البروموسيون إيموبيليير. في ترافاي مع لا بروموسيون ايموبيلي، في ترافاي مع لي بروموتور ايموبيلي. احنا يعني البلان داكسيون اللي اريديناه اللي درناه لسنه 2024 فيه سبع وكالات راح تستفتح على المستوى الوطني، منها بشار. البياناش راح تدخل في تمويل سكنات عدل ثلاثه، الشيء اللي الامر تاعك اللي راح ينطبقوه، وراح تكون يعني لو شيف دو فيل تاع لو كونسونسيوم، ونخرجوا من السي بي ا كما كنا في. انا جو بونس او بروموتور ايموبيلي في لي غراند ولايه لا وي ان اكتيفيتي دو لوجمون، وهران كيما وهران كيما وهران عنابه قسنطينة، هذه يا لا بروموسيون ايموبيلي بليده بوكو دو بروموسيون. احنا لا بانك درناها ليهم هما ايور، ما نحلش انا سامبوليكمون بور اوفري راني فتحت فرع تاع البنك ساكن وين ما كانش نشاط تاع بروموسيون ما تفتحوش بور لو مومون، والا طيح في الفخ نتاع البنوك الاخرى، تولي تتعامل بالصناعه مع الصناعيين ومع الحرفيين ومع هذه ومع هذه، سي با لا ميسيون تاعكم.